وبالأرقام إن يمكن حصر الأمر عبر الأرقام، كيف هي الصورة الإنسانية في السودان بعد عام من اندلاع هذه الحرب؟ للأسف الشديد، وبعد مرور العام من هذا الصراع تتكشف الواقع المأساوي الإنساني من خلال الأرقام التي تعكس مدى مأساوية هذا الوضع. نتحدث اليوم عن أكثر من 8 مليون نازح داخل وخارج السودان، نتحدث عن الملايين الذين تأثروا بشكل كبير في مختلف جوانب الحياة. نتكلم عن 70% من القطاع الصحي، من المنشآت الصحية التي لا تعمل. هناك آثار كبيرة جدا تسبب في هذا النزاع. سنة يعتبرها السودانيين هي سنة فقدان الأمان، فقدان المأوى، فقدان الغذاء. هناك الآن نحن في اللجنة الدولية الصليب الأحمر نتلقى مئات الاتصالات أو من الناس الذين يبحثون عن أحبائهم الذين فقدوهم نتيجة لهذا الصراع. نعم للأسف سيد عدنان، عند بداية هذه الحرب كان هنالك هدى متفرقة لفتح مسارات إنسانية لإجلاء الحالات الإنسانية، بعدها لم نسمع عن أي إعلانات مشابهة، بالتالي كيف هي الصورة بالنسبة لكم حول أعداد الضحايا، أعداد القتلى في مناطق سيطرة كل طرف، إن كان لديكم إحصائية واضحة حول ذلك؟ طبعا طبعا للأسف الشديد لا يوجد إحصائيات أكيدة، ولكن إذا أردنا أن نتكلم عن عملياتنا نحن في اللجنة الدولية الصليب الأحمر بالأرقام، نحن خلال العام الماضي وخلال عام من النزاع تمكنا من خلال لعب دورنا كوسيط إنساني محايد في تسهيل عملية إطلاق سراح أكثر من 500 محتجز. قمنا خلال العام الماضي بتوفير دعم للمؤسسات المياه من أجل أن تستطيع هذه المؤسسة تقديم المياه النظيفة لحوالي 2 مليون سوداني في مختلف مناطق الصراع. تمكنا من خلال شريكنا الهلال الأحمر السوداني من توزيع مواد إغاثية وإيوائية لآلاف الأسر التي نزحت. في أي مناطق تحديدا سيد عدنان؟ لأنه توجد مناطق في دارفور تحديدا الآن برنامج الأغذية العالمي توقف فيها تماما، وتوجد تقارير أممية تقول إن هذه الجغرافيا تحديدا هي على شفا مجاعة. سأتي لك بالحديث. طبعا هناك إشكالية كبيرة وتحدي كبير تواجه ليس فقط اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولكن معظم المنظمات العاملة في السودان، هو مسألة الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة وتقديم العون الإنساني. نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرارا وتكرارا نوجه النداء والدعوة إلى جميع الأطراف المنخرطة في هذا الصراع إلى تسهيل عمل المنظمات الإنسانية، إلى تسهيل تدفق المساعدات وكذلك المواد الغذائية في المناطق المختلفة، سواء التي تشهد صراعات أو التي خارج نطاق الصراعات. نتمنى أن يكون هناك صدى لهذه الدعوة وأن يكون هناك استماع لصوت الإنسانية، كون كما تعرفين ومن خلال هذه الأرقام تكشف مأساوية الواقع الإنساني المريض في السودان، ومن يدفع الثمن للأسف الشديد هو المدنيين السودانيين. نعلم أن الفرق العاملة لديكم الآن تواجه صعوبة في التحرك لصعوبة التنسيق الأمني، ولكن هل توجد لديكم أي تحركات إغاثية في ولايات دارفور، المناطق التي توقف فيها برنامج الأغذية العالمي، معسكرات النزوح هناك؟ نحن حتى قبل إجازة العيد كان لدينا نشاط في توزيع مواد إغاثية وكذلك نقدية لمجموعة من العوائل النازحة في دارفور. طبعا هذه المساعدة يجب أن نكون صريحين، المساعدة التي نقدمها في هذا الجانب هي نقطة في البحر مقارنة بالاحتياجات الكبيرة وبهذه المأساة الإنسانية الكبيرة، وهذا ما تدعوه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن يكون هناك دعم مزيدا من الدعم من المجتمع الدولي للمنظمات العامله او المنظمات الانسانيه العامله في الارض من اجل ان تلبي هذه الاحتياجات. نحن نامل ان يكون هناك حشد حقيقي والا تنسى الماساه السودانيه كواقع للاسف الشديد يعني بما أنك تشير إلى مسألة ربما أن الأزمة في السودان أصبحت أزمة منسية في ظل الملفات الأخرى المشتعلة في المنطقة والعالم، ماذا عن المساعدات التي كانت تقدم لكم بزخم كبير عند بداية هذه الحرب قبل عام؟
هل ما زالت تستمر بذات الوتيرة؟ كما قلت لك، هي للأسف الشديد نتحدث اليوم عن مسألة الوصول الآمن. كما تعرفين أنه في نهاية السنة الماضية تعرضنا لحادث أمني مما أدى إلى مقتل الأشخاص، وكذلك تعرض زملائنا لجروح. نتكلم بكل واقع، نتمنى من جميع الأطراف أن تحترم التزامته، وخاصة فيما أقر في منبر جدة في تسهيل عمل المنظمة الإنسانية، وكذلك احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وروح القانون الدولي الإنساني من أجل تسهيل عملنا كمنظمة إنسانية أو كعاملين في المجال الإنساني لتقديم العون في مختلف المناطق، وكذلك تسهيل دخول المساعدة، وكذلك تدفق الغذاء، كذلك وصول المياه وغيرها من الخدمات. كنت معنا من مدينة بورت سودان بشرقي السودان المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد عدنان حازم، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات التي تفضلت بها معنا، أشكرك.